دشر وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي توزيع منح مشروع التدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة الممولة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة تفرهيوم للتنمية. وتم توزيع عدد 250 رأس من الأغنام والمواشي استفاد منها 50 امرأة بعد أن تم تدريبهن على مجموعتين خلال شهرين على تربية المواشي وكيفية التعامل معهن والاستفادة منهن كمشروع قابل للنمو. وخلال التدشين ثمن الوكيل القديمي جهود الهيئة الكويتية والمؤسسة مؤكدا أهمية مشاريع الحماية ودعم سبل العيش التي يتم تنفيذها بالمديريات المحررة في الحديدة. نرد لكم تحيات الأخ المحافظ الدكتور حسن طاهر محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلي. بالنسبة لهذه الدورات والدعم اللي تقدمه جمعيات الخيرية الإسلامية بالدعم الأخوة الأشقاء في الكويت هي جهود كبيرة وجبارة جدا. سيتم متابعة الفتيات في عملية التربية بعد تلقيهم للتدريب وكيفية الاستفادة مما تلقوه من التدريب، ثم نتمنى أيضا كذلك تواصل المشروع وأن يستمر مستقلا بذاته وأن يدعم فتيات أخريات في دعم سبل العيش. اليوم تم تسليمنا المواشي بعد أخذنا دورة مدة 25 يوم 22 يوم كان تدريب على المواشي وكيفية التعامل معها وثلاث أيام عن حياتنا المهنية كيف نتعامل مع الناس في خارج في المجتمع. وتم تسليمنا بعد ما استلمنا هذه المواشي نبدأ بها حياتنا الجديدة والاستثمار منها علشان نبدأ فيها مشروعنا الجديد وعشان سبل عيشنا يتحسن. نشكر مؤسسة فور هومين.